نقول البنات انا جيت عاوتاني جبت لكم وصفه سهله وبنينه. اليوم غادي نديروا التورتيليني الايطالي بطريقه بنينه وسهله. التورتيليني البنات هو نوع نتاع لي بات غير هما معمرين، كيكونوا معمرين بالفخوماج ومطيشه ولا الفخوماج والسبانخ ولا غير الفخوماج ولا الفخوماج وكيكونوا دايرين فيهم اللحم، كل وحدين باش كيكونوا معمرين. البنات اللي ما عندهاش تورتيليني تقدر تستعمل لي بات العاديين، راه حتى لي بات العاديين بهذه الوصفه كيجيو بنان بزاف. Hi everyone, today we are going to make tortellini in very easy way and very delicious way. What we will need? We will need 500 gram tortellini. Me, I take tortellini by ricotta, cheese and spinach. You can use the same or you can use any other tortellini, no problem. غادي نحتاجو 500 غرام تاع التورتيليني. انا مستعمله تورتيليني معمر بالسبانخ والريكوتا وجبنه الريكوتا. ثم تقدروا تستعملوا اي تورتيليني او لا كي قلت نقدروا نستعملوا لي بات العاديين تاعنا، مقرونيه العاديه تاعنا. وي ويل نيد 100 غرام سموك تشيكن بريست. غادي نحتاجو 100 غرام نتاع صدر دجاج مدخن. البنات هذا نقدو نعوضوه بالكاشير، نقدو نعوضوه بالدجاج العادي اللي بغينا. We will need 300 غرام mushrooms. I use frozen one, you can use also fresh one. غادي نحتاجو 300 غرام تاع لي شامبينيون. انا استعملت لي شامبينيون مجمدين، تقدو تستعملو حتى لي شامبينيون اللي هما فري ما مجمدينش. We will need 250 ملي cooking cream. غادي نحتاجو 250 ملي نتاع لاكريم لاكريم فريش القشدة الطرية. وي ويل نيد 1 بيك سبون باتر. غادي نحتاجو معلقة كبيرة نتاع الزبدة. وي ويل نيد 60 غرام بارموزان تشيز. اي ويل يوز 30 غرام ان كوكينغ وين اي ام كوكينغ اند اي ويل يوز 30 غرام فور ديكوريشن. غادي نحتاجو 60 غرام نتاع البارموزان تاع جبنة البارموزان. غادي نستعمل 30 غرام فاش نكون في الطياب، وغادي نستعمل 30 غرام للتزيين. البنات بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش البارموزان نقدو نستغناو عليه، راه ماشي مشكل، هو غير كيزيد كيعطي واحد البنة، مينا ما عندناش نقدو نستغناو عليه. وي ويل نيد 60 غرام موتزاريلا تشيز. غادي نحتاجو 60 غرام نتاع جبنة الموتزاريلا محكوكة. البنات اللي ما عندهاش الموتزاريلا تقدر تستعمل حتى الفرماج الاحمر ماشي مشكل. اند وي ويل نيد 50 غرام غاودا تشيز اند ايمونتال تشيز. ذيس اولسو فور ديكوريشن اند يو كان اولسو اد ان ديكوريشن طوماط تشيري توميتو كات ان هالف. You can use rocca for decoration. You can decorate by what you like, no problem. وغادي نحتاجو 50 غرام تاع الفرماج. استعملت الايمونتال والغاودا مقطعين دي مورسو هكا صغار، دي كاري صغيرين للتزيين. انتما البنات بالنسبه للتزيين تقدروا تستعملوا لي طوماط سوغيس، تقدروا تستعملوا الروكا اللي بغيتو، ولا تقدو تستعملو غير فخوماج من الفوق محكوك وصافي. Thank you.
تاع الطبق النهائي ديالنا. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ضغطوا زر الاشتراك باش يوصلكم كاع الجديد. I hope if you love my recipe for today, subscribe to get all my new videos.